التنظيم الترابي الجديد والأوراش المهيكلة الكبرى، وكذا نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2014، كلها معطيات كرست الوتيرة المتسارعة لحركية التعمير والتمدن بالمغرب، أمر جعل من التفكير في مراجعة وتحديث منظومة التخطيط الترابي أمرا ملحا تنعقد من أجل لقاءات تشاورية بين مختلف المتدخلين. زكية بلقاس وسعيد الجافي. اللقاء هو الخامس في سلسلة اللقاءات التي تتمحور حول تحديث منظومة التخطيط الترابي، تحديث أصبح أمرا ملحا ومستعجلا بالنظر للتحديات المطروحة والمستجدات الدستورية، وهذا اللقاء فرصة لوضع تصورات جديدة. أصبح أيضا من الضروري أن نتعامل مع مجال يترجم السياسات العمومية للدولة ألا وهو التعمير بطريقة مغايرة تأخذ بعين الاعتبار البيئة. الحكامة الجيدة الالتقائية والتعاقد مبادئ لابد أن تستحضر في منظومة التخطيط الترابي لتحقيق الانسجام والتنسيق. كاين متدخلين متعددين ووزارات مختلفة، إذن ضروري خصنا حنا نعطيو التجربة ديالنا بأن إذا ما كانش التنسيق راه ما يمكنش نحافظوا على الملاجئ وما يمكنش ندير واحد الإعداد التراب في خدمة الساكنة والمواطنين. بحكم المسؤوليات الجديدة التي أعطاها الدستور والقانون للجهات وللمجالس المنتخبة، هناك لابد أن يكون يعني عمل مشترك وتشاور واسع، لأن أي قانون أي إصلاح قانوني في هذا الميدان لا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا كان هناك يعني انخراط المواطن. وبموازاة مع هذه اللقاءات التشاورية تقوم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بإنجاز دراسة لإعادة صياغة منظومة التخطيط الترابي.